أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المشركون
صدق الله العظيم. Oh,
الذين لا يؤمنون بالآخرة يطبئوا نور الله
يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا
بشره بعذاب أليم تبشره بعذاب أليم Oh,
والله لا يهدي القوم الكافرين
سبيل الله أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنبئوا يعذبكم عذابا أليما واستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا أنصره وقد نصره فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إذ هما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود يده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا فأنزل الله سكينته عليه Oh,
جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير قام مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. عشنا خاشعين منصتين ذات من كتاب الله تلاها على مسامح حضرتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عامر السجة القارئ المقيم بزاوية حكورة التابعة للمركز الدرجة الصوت والقوة والفراش الحديثة الكبرى. اطلب محلات المتوكل على الله الحاج محمد عبد المقصود المقيم بهذه البلد العادلة. حضرات سادة المعزين الكرام شكر الله وسعيكم جميعا.